بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس السابع. قال المعلم رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما عرض لكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما زال المؤلف رحمه الله يذكر الأحاديث الواردة في الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ذكر حديث عائشة رضي الله عنها بأن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من النور، وخلق الجان وهو إبليس وذريته من مارج من النار. والمارج من النار المراد به اللهب، من لهب النار. وخلق آدم أبا البشرية عليه السلام مما وصف له، يعني ما ذكر الله في آيات كثيرة أنه خلقه من تراب، خلقه من تراب. هذا أصل خلقة الملائكة وخلقة الشياطين وخلقة الإنسان. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. فإبليس استكبر على آدم وأبى أن يسجد له، وعصى أمر الله وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار، خلقته من طين. وبزعمها أن النار أحسن من الطين، وهذا قياس فاسد، فإن الطين أحسن من النار، لأن النار محرقة متلفة ولا تنتج شيئاً، أما الطين فإنه مبارك وينتج النباتات والأشجار الطيبة وفيه منافع للناس كثيرة. فلو رجعنا إلى القياس وإلى الأصل وجدنا أن آدم أطيب أصلا من إبليس، مع أن هذا القياس في مقابل الأمر، أمر الله جل وعلا، الواجب امتثال أمر الله عز وجل، هذا هو الواجب على إبليس وعلى غيره. إذا أمر الله بشيء فالاعتراض يجب الانقياد له. والله يؤتي فضله من يشاء، الله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء. والذي حمل إبليس على هذا هو الحسد والعياذ بالله، هو الحسد، حسد آدم واستكبر عن أمر الله، فحصل عليه من العقوبة ما حصل. الشاهد من الحديث يعني أن الملائكة خلقوا من النور،
نعم. وثبت في بعض احاديث ابن عمران انه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعروف الذي هو في السماء السابعه وقيل في السادسه بمنزله الكعبه في الارض وهو بقيام الكعبه حرمته في السماء كحرمه الكعبه في الارض واذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون اليه اخر ما عليه. نعم هذا فيه عباده الملائكه عليهم الصلاه والسلام وان الله جعل لهم بيتا في السماء كما جعل لبني آدم بيتا في الأرض. وهذا البيت الذي في السماء هو بحيال الكعبة المشرفة وذلك لعبادة الله عز وجل. وهذا البيت الذي في السماء وهو البيت المعمور يزوره هذا العدد كل يوم من الملائكة ولا يرجعون إليه يأتي غيره. فهذا يدل على أمرين. الأمر الأول أن الملائكة يعبدون الله عز وجل أنهم عباد ليس لهم من الأمر شيء. والأمر الثاني فيه أن كثرة الملائكة فيه دليل على كثرة الملائكة حيث أنه يأتي كل يوم هذا العدد الهائل إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. هذا دليل على كثرتهم أنه لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدمه الا عليه ملك ساجد او ملك قائم فذلك قول الملائكه وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون رواه احمد بن نصر وابن ابي حاتم وابن جرير وابو شيخ. نعم. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الملائكة يعبدون الله عز وجل بالركوع والسجود والقيام عبادة لله عز وجل وفيه كثرتهم. فالسماء على سعتها ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك يعبد الله عز وجل. هذا دليل على كثرتهم وأنهم ملأوا السماء على سعتها. نعم. ويدل لهذا قوله تعالى عنهم عن الملائكة وإنا لنحن الصافون لأن الملائكة تصف عند ربها للعبادة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يعني في الصلاة. قالوا وكيف تصف الملائكة؟ قال يكملون الصف الأول فالأول. وبهذا دليل على عبادة الملائكة لله عز وجل وعلى كثرة عددهم حيث إنهم يملؤون السماء على سعتها. نعم. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف الا وفيه ملك قائم او ملك ساجد او ملك راجع فاذا كان يوم القيامه قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك الا عنا لم نشرك بك شيئا. نعم. هذا الحديث
كالأحاديث السابقة فيه عبادة الملائكة وفيه كثرتهم حيث أنه لم يبقى في السماء فضاء بل هم ملأوا السماوات، وفيه مسألة عظيمة وهي أن الإنسان لا يغتر بعمله مهما كثر، فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع هذا يقولون لله عز وجل سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأن حق الله عظيم، ولو قارنت عملك بنعم الله عليك ما بلغت شيئا من نعم الله عز وجل. فالعمل قليل وإن كثر، لأن نعم الله أكثر وأكثر، فلا أحد يعبد الله حق عبادته لعظم حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأكثرهم عبادة لله عز وجل، ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا فيه اعتراف لأن عمل المخلوق مهما بلغ فإنه لا يعادل حق الله سبحانه وتعالى. هذا فيه أن الإنسان لا يغتر بعمله أو يعجب بعمله. وفي قوله إلا أننا لا نشرك بالله شيئا، هذا فيه أن من سلم من الشرك فإنه سلم من خطر عظيم، فإن الشرك هذا فيه الخوف من الشرك، فيه الخوف من الشرك، هو أن الملائكة عليهم السلام شكروا الله عز وجل أنهم لا يشركون به شيئا، أنهم سلموا من الشرك، وهذه نعمة عظيمة. فمن سلم من الشرك فإنه قد سلم من الخطر العظيم، ومن وقع في الشرك ولم يتب منه فإنه لا نجاة له. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي نفحت عن فلك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام رواه أبو داود والبيهقي بالأسماء والصفات والضياء بالمختار. نعم، هذا فيه عظم خلقة الملائكة، وأن هذا الملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، فدل على عظم خلقة الملائكة، وأنه لا يعلم عظم خلقة الملك إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا عظم المخلوق فكيف بعظم الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وفيه حملة العرش، فيه أن من الملائكة صنف يحملون العرش، وهذا في القرآن الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان. نعم. فمن سادته إبراهيم عليه السلام وقد وصفه الله تعالى بلا ملك وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى عذبه شديد القوى ونظر من استوى. من سادات الملائكة جبريل عليه السلام،
وهو الملك الموكل بالوحي، وقد مدحه الله بالأمانة، مدحه الله بالأمانة، نزل به الروح الأمين، أمين على الوحي، هذا مدح له، ومدحه بالقوة، قوة الخلقة، قوة البدن، ذو مرة أي هيئة حسنة، علمه شديد، علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، شديد القوى معه الله قوة، وسيأتي ذكر شيء من قوته عليه الصلاة والسلام. ذو مرة، المرة هي الهيئة، أي له هيئة حسنة، هيئة حسنة. نعم. ومن شدة قوته أنه عمل إلى قوم لوط عليه السلام، وكن سبع بمن فيهن من الأمم، وكان قريبا من 400 ألف، وما معه من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعميرات على قرب جناحه، حتى بلغ فيهن على السماء، حتى سمعت الملائكة مباح كلابه وصياح يجته، ثم قلبها فجعل عاليها سامله. من قوة جبريل عليه الصلاة والسلام أنه لما أمره الله بإهلاك قوم لوط عليه السلام، لوط نبي من أنبياء الله، وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم هو عمه، وجاء مهاجرا مع إبراهيم من أرض بابل بالعراق إلى الشام، جاء مع عمه مهاجرا من أرض بابل إلى الشام، وأرسله الله إلى قوم لوط، وكانت أمة خبيثة، قوم سوء، وكانوا يأتون الذكران من العالمين، هم أول من فعل هذه الفاحشة الشنيعة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، أنها شنيعة، لأن الله خلق للرجال، خلق لهم النساء زوجات من النساء طيبات نظيفات محل الحرث والإنجاب، وكونهم يعدلون إلى ما إلى يعدلون عن ما خلق الله لهم من أزواجهم، ويكفرون نعمة الله، ويهلكون الحرث ويضعونه في أدبار الرجال والعياذ بالله، في الحشوش ومخرج الخبائث، هذا دليل على خبثهم، وهذه جريمة شنيعة، اللواط وهو إتيان الذكور جريمة شنيعة، تألف منها حتى البهائم، فلا تجد في البهائم ذكرا يعني ذكرا، أو الطيور ما تجد، لكن هذا الدليل على خسة هذا الصنف من بني آدم. فأرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه السلام وأنكر عليهم، ألا تأتون الذكران من العالمين، تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون، يعني متجاوزون من الحلال إلى الحرام. هؤلاء خرجوا عن الإنسانية إلى البهيمية المنحطة،
بل حتى البهائم ما تفعل هذا الفعل. فلما عتوا وأبوا أن يتركوا هذه الجريمة عاقبهم الله بعقوبة لم يعاقب بها أمة من الأمم، لأن فعلهم لم يفعله أحد من الأمم. فأمر الله جبرائيل عليه السلام فرفع ديارهم، وكانت 7 مدن مكتظة بالسكان وما فيها من الأمتعة والحيوانات، و7 مدن حملها جبريل على طرف جناحه، إلى أن بلغ بها عنان السماء، فسمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها عليهم وأتبعوا بحجارة من سجيل. عقوبة لهم. وكانت هذه القرية، هذه القرى وهذه البلاد المخصوبة، كان العرب يمرون عليها إذا سافروا إلى الشام، يمرون عليها في طريقهم ولا يعتبرون، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ وإنها لبسبيل مقيم. مرون عليها، تسمى بحرة لوط. إبقاء الله على هذه الصورة عبرة وعظة. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وأجمع الصحابة على قتل اللوطي، أجمعوا على قتله، ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل. فمنهم من يرى أن اللوطي يرفع إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقى من شاهد كما فعل الله بقوم لوط، ويتبع بالحجارة. ومنهم من يرى أنه يحرق في النار، وقد حرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية بالنار، حرقهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومن العلماء من يرى أنهم يقتلون بالسيف، فهم لم يختلفوا في قتلهم، وإنما اختلفوا في كيفية قتل اللوط. نعم. وقوله ذو مرة العين قوة عين وبرد حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره ذو مرة العين قوة شديد القوى ذو مرة وصفان، لا بد أن بينهم فرق. المرة غير القوة، المرة الهيئة الحسنة. نعم. وقال تعالى في ذكره: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه أوصاف جبريل عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم، وصفه بالكرم، صفه بالرسالة، فهو رسول من عند الله عز وجل يرسله إلى من يشاء من بني آدم بالوحي، ينزل بالوحي، فهو واسطة بين الله وبين الرسل من البشر بالوحي. وهذا مدح له
رسول، ثم قال كريم، ثم قال ذي قوة، وصفه بالقوة، ثم وصفه بما هو أعلى فقال عند ذي العرش، جبريل عند ذي العرش، علو المكانة، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو قريب من الله عز وجل وعنده. ثم قال مكين، مكين أي له مكانة عظيمة. ثم قال مطاع، تطيعه الملائكة، تطيعه الملائكة، فهو رئيسهم ومقدمهم. ثم قال ثم، مطاع ثم، ثم اسم إشارة، مطاع ثم أي في السماء. ثم قال أمين، وصفه بالأمانة، وصفه بالأمانة، هذه أوصاف لجبريل. ثم قال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى عن جبريل وما صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، لأنهم يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون، الله نفى عنه ذلك. ثم قال ولقد رآه بالأفق المبين أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها بالأفق، وذلك في بطحاء مكة لما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من الضيق والشدة من الكفار من أهل مكة، وخرج عليه الصلاة والسلام من الضنك والضيق، فسمع صوتا من فوق فرفع رأسه فإذا جبريل بين السماء والأرض له 600 جناح، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بضنين على الغيب أي ما هو بمتهم على الأخبار التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى، ليس بمتهم بل هو صادق عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شيطان الرجيم، هذا القرآن ليس هو من قول الشياطين، لأن الشياطين لا تقرب الوحي، لا تقرب الوحي، يحرقها ولا تطيق ذلك، ما تطيق. وما تنزلت به الشياطين يعني بالقرآن وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، يعني عن الوحي معزولون، مبعدون، يرجمون بالشهر، فلا يستطيعون أن يقربوا من الوحي. وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ ما بقي لكم طريق لتكذيب هذا الرسول وهذا القرآن بعد هذه الأوصاف العظيمة وهذا السند المتصل إلى الله جل وعلا، السند الذي فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. نعم. أي له قوة ورحمة ذليل وله مكانة منزلة عالية رفيعة عند ذي العرش مطاع ثم أمين أي مطاع ثم إلى أعلى أمين ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السبيل بين الله وبين رسله، وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رأى رآه على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة الأبطح حين رفع رأسه صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نزلة أخرى المرة الثانية ليلة المعراج
رآه عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته عند سدرة المنتهى ليلة عرج به صلى الله عليه وسلم. وأما في بقية الأحوال فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، بصورة رجل، ويراه الصحابة ويظنون أنه رجل من البشر، لأنهم لا يطيقون رؤية جبريل عليه السلام على خلقته، فيأتيهم بصورة رجل. نعم، كما في حديث عمر: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في نهاية الحديث: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، ولم أصبت بيدي كلام، كل كلام منها صدقه يسقط من جناح من التهاوي والذل والياقوت والله به عليم إسناده قوي. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. دلت الآية على أن الملائكة لهم أجنحة وأنها كثيرة، مثنى وثلاث ورباع، ثم قال: يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في كل خضراء فقبل ما بين السماء والارض. رواه مسلم. هذا دليل على عظم خلقته عليه الصلاه والسلام. نعم، وان هيئته جميله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهمطا قد ملا ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ. نعم. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جبرائيل عبد الله، وميكائيل بقيت الله، وكل اسم فيه يكبر عبد الله. نعم. إيل هذا عبارة عن لفظ الجلالة للغة العبرية، اللغة العبرية. وجبرائيل يعني عبد الله، جبرائيل عبد الله، وميكائيل يعني عبد الله، وإسرافيل عبد الله، كل ما فيه إيل هو عبد الله. وإسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل أي عبد الله، كل ما فيه في آخره إيل فمعناه عبد الله. نعم. وله على علي بن حسين مثله وذاك، وإسرافيل عبد الرحمن. نعم. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل. نعم. هذا فيه أن جبرائيل عليه السلام يقال جبرائيل ويقال جبريل، هو أفضل الملائكة، لأن الله اختصه بالوحي، اختصه بحمل الوحي وبسماع كلام الله سبحانه وتعالى. جبريل يسمع كلام الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه له،
كما جاء في الحديث إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك الملائكة خروا وصعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما شاء. هذا دليل على فضل جبريل عليه السلام على غيره من الملائكة. نعم. وعن أبي هريرة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفتني عين منذ خلق الله النار مقربة أن أعصيه فيقذفني بها. رواه ابن أحمد بالزهد. نعم. وهذا الحديث كما سبق فيه أن الملائكة مع كثرة عبادتها أنهم لا يغترون بأعمالهم ويخافون من النار، يخافون أن يعصوا الله عز وجل فيقذفهم في النار، كما حصل لإبليس. إن إبليس كان مع الملائكة في الأول، كان مع الملائكة، قال هو من جنسهم أو من غير جنسهم هذا شيء آخر، لكن كان من الملائكة يعبد الله، فلما عصى الله لعنه الله وأبعده. وجبرائيل لما رأى النار وشدة عذابها وأنها دار العصاة خشي أن يعصي الله فيقع في النار. فهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه وأنه يخاف من النار، يخاف الله عز وجل. نعم. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابراهيم: الا تزورنا اكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما اعتزتم الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل أن يكثر الزيارة له لأن محمد صلى الله عليه وسلم يحب جبريل ولقاءه. هذا فيه محبة عباد الله الصالحين والأنس بزيارتهم. فطلب من جبريل الإكثار من الزيارة ليكثر فرحه به صلى الله عليه وسلم وأنسه به. فأنزل الله تعالى: وما نتنزل، هذا كلام الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا فيها أن الملائكة تحت تدبير الله عز وجل، تحت تدبير الله عز وجل، لا ينزلون إلا بأمره سبحانه وتعالى. نعم. وليسوا ينزلون بحسب رغبتهم هم، وإنما ينزلون إذا أمرهم الله بالنزول. نعم. ومن سلامة ميكائيل عليه السلام وهو محكم بالفقر والنبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يستفتح ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره. لماذا خص هؤلاء الثلاثة رب جبرائيل؟ لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الناس يوم القيامة بعد الموت. هؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة لأن كل واحد منهم موكل بالحياة
حياة القلوب وحياة الأرض وحياة الأبدان عند البعث من القبور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه نفخة الصعقة فيموت كل من في السماوات والأرض إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى. ثم ينفخ فيه ثانية فيحيى كل من مات ويقوم سويا. فهذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء الثلاثة في استفتاحه. نعم. وروى الإمام أحمد عن أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: ما لي لم أرى منك إلا طعاما فرطا. أنا وعدت اللي قبله. أعدت اللي قبله. نعم. نعم. ومن سادات ذوي التاجر عليه السلام وهو مكر بالفقر والنبات. نعم. نعم. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإبراهيم: ما لي لم أر منك أعين الله كالقبضة. قال: ما ضحك منك أعين من خلقت النار. وهذا كما سبق الحديث عن جبريل عليه السلام أن جبريل يبكي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائه فقال: ما جفت لي عين منذ خلقت النار. وهذا ميكائيل مثله لا يستطيع أن يضحك منذ خلقت النار من خوفه من النار. فهم مع عبادتهم وقربهم من الله ومكانتهم لم يأمنوا على أنفسهم من النار، فهذا فيه شدة الخوف من النار. وليس معنى أنك تخاف من النار فقط، ولكن تخاف وتعمل للنجاة منها، تعمل للنجاة منها. إذا خفت تعمل ما يبعدك منها بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. نعم. خوف مع عمل، أما خوف بدون عمل فهذا لا يفيد شيئا، وعمل بدون خوف لا يفيد شيئا، بل تجمع بين الأمرين العمل والخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة العظيمة وقلوبهم وجلة، يخافون من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا يغترون بأعمالهم أو يدلون بها على الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ساداته إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور. نعم. قال الترمذي: الصور هو القرن، الصور هو القرن، قرن لا يعلم عظمه وخلقته إلا الله، فيه الأرواح، أرواح بني آدم. فإذا نفخ فيه إسرافيل خرجت كل روح ودخلت في بدن صاحبها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ فيه فتطير الأرواح كل روح إلى جسمها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال:
هذا خوف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بما أطلعه الله عليه أن ملك النفخ في الصور قد تهيأ ينتظر الأمر، تهيأ واستعد وأصغى ينتظر الأمر من الله. هذا دليل على قرب قيام الساعة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هذا فيه دليل على قرب قيام الساعة. وقيام الساعة هول عظيم، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهول عظيم، كيف لا يخاف الإنسان من هذا الهول ولا يستعد؟ نعم. وعن ابي عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما لنحمي بعد العرش وعمله بصالحين زاويه من زوايا العرش على كامل قد ضاعت قدماه من ارض السابعه السبلى وما طلعته من السماء السابعه العليا. نعم، وهذا دليل على عظم خلقة الملائكة، فهذا ملك من الملائكة قدماه في الطبقة السفلى من الأرض ورأسه قد اخترق الطبقة العليا من السماء، فهذا دليل على عظم خلقته وهيئته. نعم. نعم، هذا فيه أن الله أكرم إسرافيل بحسن الصوت، وأن الملائكة تصغي لصوته ويذهلون عن تسبيحهم تهليلهم إذا سمعوه. نعم. ومن زاداته ما يقول عليه السلام: ولم يجد مفرقا في اسمه في القران ولا في الاحاديث الصحيحه، وقد جاء في بعض الاثار تسميته باسرائيل، فالله اعلم. قال حرمته كريم. نعم. ملك الموت هذا في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولكن لم يسمى، لم يثبت اسمه في القرآن ولا في السنة، وإنما قال الله ملك الموت. وجاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، الله أعلم. نعم. وقال إنه بالنسبة إلى ما أيامه عبدا. نعم، انتهى الآن من بيان عظم خلقة الملائكة وعبادتهم وخوفهم من الله عز وجل وبيان كثرتهم، انتهى من هذا، ثم أراد أن يبين أعمالهم. هم أصناف، كل صنف منهم له عمل وكله الله إليه يقوم به. نعم. فمنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون. منهم حملة العرش، الذين يحملون العرش، وهذا سبب، الذين يحملون العرش ومن حوله، ومنهم الذين هم حول العرش وهم الكروبيون أفضل الملائكة.
الذين يحملون العرش ومن حوله، وترى الملائكة حافين من حول العرش. هؤلاء أقرب الملائكة إلى الله عز وجل. نعم. الذين هم حول العرش وهم مع حمل العرش أقرب الملائكة، وهم الملائكة المقربون تبارك وتعالى. أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولا الملائكة المقربون، فدل على أن الملائكة منهم مقربون من الله عز وجل، وهم الذين حول العرش. نعم. ومنهم دكان السماوات السبع يعبدون من عبادك دائمة الليل ونهارا صباحا ومساء. ومنهم من هم يشتغلون بالعبادة، يشتغلون بالعبادة ليلا ونهارا لا يفترون، في السماوات السبع، كل سماء لها سكان من الملائكة يعمرونها بالعبادة. نعم. كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. فإن استكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نعم. ومنهم الذين يتعمقون إلى البيت المعمور، كما سبق البيت المعمور في السماء، وأنهم يتعاقبون عليه كل يوم يأتيه عدد كبير منهم ثم لا يرجعون إليه. نعم. لأن الله قسمهم في زيارة البيت. نعم. قلت الله أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. يعني هل هناك فرق بين سكان السماوات وبين الذين يأتون إلى البيت المعمور؟ المؤلف رحمه الله يقول قلت لعلهم هم سكان السماوات، لا فرق بينهم، الله أعلم. نعم. ومنهم وكلهم بالله وجعلهم كأصوات أهلها وقرية القيامة لساكنين عن الملائكة ومراكب ومجاهد. نعم. ومن الملائكة من هم موكلون بالجنان، بالجنان يعدون فيها من الكرامات التي يأمرهم الله بها، ويغرسون فيها من الأشجار ويبنون فيها للمؤمنين، هذا دأبهم. ورئيسهم رضوان كما جاء في الحديث. نعم. ومصائب ومساكن وغير ذلك مما لا عدل ولا عذر سمع ولا أقر على قلب بشر. نعم. ومنهم الموكلون بالنار وحراستها وإعداد العذاب، العذاب فيها. ورئيسهم مالك، مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك هذا هو خازن النار أو رئيس الخزنة. نعم. وهو الزبانية ربتهم 19. نعم، كما قال في سورة المدثر عليها 19، يعني من الملائكة هم الزبانية. نعم. وقاتلوا ما يقوم ربتهم على الفتاة وهم المذكورون في قوله تعالى قالوا للخزنة، وفي الآية الأخرى وقالوا يا مالك، رئيس الخزنة، يا مالك يقضي علينا رب، يعني يطلبون الموت، يستريحون بزعمهم. قال إنكم ماكثون، ما احنا موت. نعم. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. نعم، مرة ينادون الخزنة ومرة ينادون رئيسهم وهو مالك. نعم. وقال تعالى علينا ملائكة غلاظ إذا كنا أعبدوا الله ونادوا ويفعلون ما يأمرون. نعم.
وقال تعالى علينا 19 هؤلاء مقدمون 19 مقدم الخزنة نعم ومقدمهم هو مالك نعم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب عن المؤمنون لما سمع أبو جهل عدد الملائكة عليها 19 قال سهل أنا أكفيكم كذا وكذا منهم يعني إنه يبي يتغلب عليهم ما دام منهم ما غير 19 ما يبي يتغلب على عدد منهم فقال الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ما هو مثل البشر يعني قوتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة امتحان وابتلاء للذين كفروا نعم ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا يعني يسخرون من هذا العدد 19 يقولون قليل هذا نعم كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وأما أهل الإيمان أما أهل الإيمان فلا يصير عندهم تساؤل في هذا الأمر هذا كلام الله سبحانه وتعالى والملائكة لا يعلم عظمهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى نعم وما يعلم جنود ربك إلا هو ما يعلم جنود ربك إلا هو فهؤلاء 19 لا يعلم قوتهم وبأسهم وشدتهم إلا الله سبحانه وتعالى نعم ومنهم المعقلون بفضل بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله من الملائكة من هو موكل بحفظ بني آدم من الأخطار يمشون معه و يمنعونه من الأخطار هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وإذا نام يحرسونه الإنسان ينام ما يدري عن شيء فيها السباع وتأتيه الحيات وتأتيه ولكن الله وكل به ملائكة يحرسونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله سبحانه وتعالى ورحمته بعبده فإذا جاء أجله خلى الله بينه وبين الأجل نعم قال ابن عباس الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله فلنه عنه نعم لأنه انتهت مهمته إذا جاء أمر الله وهو الموت انتهت مهمته هم كانوا يحفظونه هم كان على قيد الحياة ولا انتهى أجله نعم وقال ابن عم ما متعب الا وخلق مركب بفضله في لونه ويحفظه من الجن والانس والهوام نعم يحفظونه من الجن ومن الانس ومن الهوام من السباع والحيات والاخطار نعم فما من رجل يهديه يريده الا قال له الله إلا شيء ينزل الله تعالى به فيصيبه. نعم. ومنهم الموكل ومن يعمل عباد كما قال تعالى ليتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ومنهم الملائكة الحفظة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هؤلاء هم الحفظة. يحفظون أعمال بني آدم وما من أحد إلا وملك عن يمينه وملك عن شماله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هؤلاء الحفظة الذين يحفظون الأعمال ويكتبونها على بني آدم ورسل
ورسلنا لديهم يكتبون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا عن الحفظة. نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ويمد عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم. رعب الزهران بن عمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعدي فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يبايعونكم إلا حتى يؤتى ثلاث حالات الرائق والكلابة والغصن فإذا تسأل أحدكم في العراق فليستجب بدرب أو بجد فائق أو بغيره. أي نعم. ما يقول ما عندي أحد ويتعرى، بل عنده الملائكة يستحي منهم فيستتر في جدار أو في ثوب إذا أراد يغتسل، ولا بأس أنه يتعرى، لكن يكون من وراء ساتر، ما يكون في الفضاء كذا بدون ستر. نعم. قال الحامل بن كبير: ومع إكرامهم أن يستحيي من ملائكه عليهم لعن الخبيثة التي يذكرونها. نعم. فإن الله خلقهم كراما في قلبهم وعقل عقيم. نعم. ثم قال: ما معناه؟ إن من كرمهم أنهم لا يذكرون بين فيه كلب ولا صورة ولا ذنوب ولا لا. نعم. لأنهم يكرهون هذه الأشياء فيبتعدون عن البيت الذي فيه كلب أو فيه صورة. والناس الآن ابتلوا باقتناء الكلاب لأنهم رأوا الكفار يقتنون الكلاب، فصاروا يقتنون الكلاب في بيوتهم حتى في السيارة يركبونها معهم، يركبونها معهم. وإذا كانت في البيت فإنها تمنع دخول الملائكة. وابتلوا الناس بالصور أيضا في بيوتهم، يعرضون الصور في بيوتهم ويحتفلون بها وهي تمنع دخول الملائكة، ملائكة الرحمة عليهم. نعم. وروى مالك عن البخاري ومسلم عن بني آدم المؤمن وغير المؤمن. نعم. الملائكة أرواح منهم يرون الله تعالى. أما في الدنيا فلا أحد يرى الله سبحانه وتعالى، أما في الآخرة الله أعلم. المؤمنون يرون ربهم والملائكة من المؤمنين ظاهر والله أعلم. نعم، يرون في الآخرة، وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله عز وجل. حجابه النور سبحانه وتعالى، وجبرائيل يتلقى عنه الوحي من وراء الحجاب. نعم. ووجدنا في بعض كتب هذا البيت: يا أنت يا أحسن الأسماء في خلدي يقصد بك الله جل وعلا، هل أنت من أسماء الله الحسنى؟ هذا غلط، هذا غلط من القائل. ليس من أسماء الله أنت، هذا ضمير، ضمير منفصل، مثل هو، مثل هو. أذكار الصوفية يقولون هو هو هو، أنت أنت أنت. أما أدري كيف يعني هاللفظة جاءت على لسان هذا الشاعر. نعم، هذا غلط. نعم. نعم الله. ما حكم الصلاة إذا كان موجود في المكان بنفسه في دار أو كلب؟ تكره الصلاة
إذا كانت الصورة أمام المصلي يكره الصلاة إلى صورة منصوبة. أما الصور الممتهنة التي تداس على الأرض هذه لا حكم لها، إذا أهينت زالت زال حكمها، إنما الصور المنصوبة المعلقة هذه هي اللي يكره وجودها في البيوت وتمنع من دخول الملائكة ولا يصلى إليها. نعم. صلى الله إليكم. عند موت شخص وعند دفنه تأتيه الملائكة والمراجيف ويسألونهم من ربكم وما دينكم وما تعملون، فالأشخاص الذين ما قبل الأنبياء ماذا يسألون؟ إيه؟ والأشخاص الذين ما قبل الأنبياء ماذا يسألون؟ قبل الأنبياء هم مؤمنون، قبل بعثة نوح عليه السلام والناس على الإيمان هم مؤمنون، ما في كفار. نعم. التصوير حرام بجميع أنواع في كل وسيلة، سواء بالكاميرا أو بالرسم باليد أو النحت أو البناء، يعني تبنى الصورة من مواد أو تنحت من صخر أو ترسم على لوحة أو تؤخذ بالآلة وتلتقط بالآلة الفوتوغرافية، كل هذا حرام، لأن الأحاديث جاءت بعموم المصورين والنهي عن التصوير وشدة الوعيد على المصورين، ولم يستثنى صورة دون صورة. من استثنى وقال هالصورة دي ما تدخل فعليه أن يقيم الدليل على هذا، ما في دليل. هل يقولون أن الالتقاط بالآلة مو حرام؟ ما عندهم دليل على هالكلام، هذا تجري على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بدون دليل، وقول على الله بلا علم، وفلسفة حبس الظل ما أدري كيف، هذا كله فلسفة لا تقاوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعموماته. والمفسدة في الصورة موجودة، سواء كانت بالآلة أو بالرسم، أو المفسدة موجودة. نعم. الله، ما هو تغميض العينين للصلاة كراهة؟ يكره تغميض العينين للصلاة إلا لحاجة، يحتاج إلى تغميض عينيه لأن يكون أمامه شيء يشغله فيغمض عينيه لئلا ينشغل عن صلاته، هذا لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. نعم. أيضا لو سؤال من هذا جاء الكلام عن عدة مرات، صحيح أن أول المخلوقات العرش، أول المخلوقات المشاهدة، وأما المخلوقات الله ليس لها حصر، لا يعلمها إلا الله، لكن المشاهدة والموجودة أولها العرش. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سمعت شيخا في أحد القنوات يقول ليس هناك شيء يشبه مس، أي لا تلتفت الجن والإنس عياذا بالله. ربما يدخل فيه جني ويعرف إن شاء الله، يعني ينكرون شيء وهم ما أحاطوا به علما، كما قال الله جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يكن تأويله. يقول ما لها دخل في هذا الأمر، هذا يتبع فيه الأدلة، والأدلة دلت على دخول الجن في الإنس، قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقال جل وعلا لا يقومون إلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس أدل على فيه إثبات مس الشيطان للإنسان. هؤلاء ما عندهم، مشوا على قول المعتزلة، والمعتزلة كما تعلمون يقدمون العقل على الأدلة، يقدمون عقولهم على الأدلة، ولو صحت الأدلة يقولون لا العقول هي الأدلة، لأنهم لا يؤمنون بالأحاديث، لا يؤمنون بالأحاديث، وإنما يؤمنون بما تقوله عقولهم. ومنهم العقلانيين الآن، اللي يسمون الآن العقلانيين، هؤلاء على مذهب المعتزلة يؤلفون العقل ويقدمونه،
ويقولون إذا خالف الدليل العقل فإن المتبع هو العقل، ولو صح الدليل ما يحكم عندهم. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هناك هبوط الورقة في فضل أمة الإسلام عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية وإذا من الأمور وتعلمون ما شاءكم الله أن أمة الإسلام اقتصرت على 73 فرقة، فهل المقصود بقوله تعالى: كنتم خير أمة أمة السنة والجماعة؟ بلا شك، بلا شك أن المقصود بالأمة التي تسير على منهج الكتاب والسنة، أما من خالف فهذا بحسب مخالفته، كانت مخالفته بعيدة فهو بعيد من الإسلام، وإن كانت مخالفته قريبة فهو قريب من الإسلام، ويختلفون الناس في المفارقات. ولكن الآية في الأمة الثابتة على الدين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة الثابتة على الدين التي على مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول العلماء: الأمة المحمدية وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وسط بين الفرق. نعم. لأجل شرفهم، لأجل شرف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فلا يناسب أنهم يأتون ما عند إنسان عليه جنابة. نعم. لأن الجنابة حدث أكبر، فيحتاج إلى أن يتطهر منها حتى تعاوده الملائكة. نعم. أيهما أفضل، قول سبحان ربي العظيم في الركوع أشهد الله أن قوله ثلاث مرات ثم يقال بعدما تقوم بالركوع صوت الملائكة والروح داخل؟ سبحان ربي العظيم واجبة في الركوع، والمجزي مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاثة، وأعلى الكمال عشر، وأعلى الكمال عشر، فهو بالخيار إن شاء بعد أن يقول ثلاث أو بعد أن يقول واحدة، هو بالخيار بعد أن يقول واحدة، هو بالخيار أنه يكمل إلى الثلاث أو يقول سبوح قدوس ويدعو الله اللهم اغفر لي، هو بالخيار، ولكن كل ما أكثر من سبحان ربي العظيم فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. عندما أنزل عمرة أو حج من البيت إلى الميقات وقبل الوصول إلى الميقات أحببت الإحرام ونويت على الذهاب إلى المسجد الحرام عليه شيء؟ إن كان إنك مجرد إنك تهيأت للإحرام ولم تنوي فليس عليك شيء إذا تنازلت، لأنك ما بعد أحرمت. أما إذا كان القصد أنك نويت الدخول في النسك وأنت في البيت، نويت الدخول في النسك والشروع في النسك، فلا يجوز لك أنك ترفض الإحرام وتتنازل، بل يجب عليك المضي وإتمام العمرة، وأتم الحج والعمرة لله، لازم من الإتمام إذا نويت الدخول في النسك. أما إن كان القصد لبس الملابس، ملابس الإحرام والاغتسال والتهيئ ولا بعد نويت، فلك أن تتنازل. نعم. أتابعكم الله. يقول في بعض القيامات الدعوية التي تقوم بوضع الشاشة في التلفاز عند النساء، أليس هذا من معاناة النساء على معصية الله وذلك بالنظر إلى رجال نفسهم مجمع وزوجي؟ لا، ما هو هذا المعصية، هذا من أجل تبليغ العلم، تبليغ العلم. والمرأة لا تنظر إلى الصورة نظر شهوة، لا تنظر إلى الرجل نظر شهوة، وإذا نظرت إليه للحاجة بدون شهوة فلا معنى. نعم. ومن الحاجة أن تنظر إليه لتلقي العلم. نعم. أتابعكم الله. عدد من الوفاة عن الدكتور أربعة أشهر فهل يشترط أن يكون الشهر كاملا أم لا؟ يشترط 120 يوم،
لأنه ما ترى الأهلة حتى نقول تقيدي بالآية، ما ترى الأهلة، تعتد بالعدد، تعتد بالعدد وتكمل كل شهر 30 يوم، لأن ما رأت الهلال، ما رأت الهلال فتكمل 30، فيكون المجموع 120 يوما. نعم. دعوكم الله امرأة انقضت مدة فيها 40 يوم ثم انقطع عنها دم مدة أسبوع، ثم جاء الحيض وتمضى مدة تزيد عن عادتها التي كانت تعتدها قبل الدماء، وتجاوز الدم أكثر من 15 يوما، ماذا تعمل؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الدم الذي جاءها وافق وقت الدورة الشهرية فهو حيض، تجلس إلى 15 يوم، فإذا تمت 15 يوم ولم ينقطع فإنها تغتسل، لأن أكثر الحيض 15 يوما، فتغتسل وتصلي ولو أن الدم مستمر بعد 15، وإن انقطع عند 15 أو قبلها فهذا حيض. نعم. لا بأس أنه يخرج ولا بأس أنه ينام عليه الجنابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام عليه الجنابة أحيانا، وكان أبو هريرة يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فانخلص عنه بعض المرات، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا انخنست، ومن عادة أنه يمشي مع الرسول، قال إني كنت جنبا كنت جنبا. قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، فيجوز أنه يروح يجيب قاضيه وهو عليه الجنب، لا بأس بذلك. نعم. في حياته عن هذا دليل من السنه عمل الصالح. نعم. نرى بعض المشايخ واهل العلم من ياخذ من لحيته عن في هذا دليل من السنه عمل الصحابه رضي الله عنهم. المشايخ المتمسكون بالسنه لا يمكن ياخذوه من لحاهم، انما بعض المشايخ عندهم تساهل او ترخص، هؤلاء ليسوا قدوه، القدوه بالمتمسك بالسنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرسالها وإكرامها وتوفيرها، ولا هناك دليل على القص. والحديث الذي ورد أن الرسول كان يأخذ من طول لحيته وعرضها حديث غير صحيح، بل هو ضعيف شديد الضعف، لا يحتج به، لا يحتج به. لكن هؤلاء يلتمسون الشبه والأشياء، إذا كانت توافق هواهم أخذوا بها، ولا أحاديث الصحيحة والسنة الثابتة تدل على إرسال اللحى وإكماء وتوفيرها وإكرامها وعدم التعرض لها. فإذا وجد من ينتسب إلى العلم من يخالف السنة فليس بقدوة وليس عبرة. نعم. يقول طورت زوجتي من اللباس اليوم الثلاثين بعد الولادة، فجمعتها ثم بعد يوم أو يومين ظهر الدم مرة أخرى، فهل أكون عاتب في ذلك؟ إذا كنت جمعتها في طهر فليس عليك إثم، ولكنك تسرعت، لأن الفقهاء يقولون يكره أن يجامعها في الأربعين ولو طهرت، خوفا من أن يعود الدم، فتجنبها أحوط، ما في شك. نعم. الله تعالى أعلم.